الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محرم إسماعيل من مقدونيا، من خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، إمام وخطيب مسجد عيسى بك في العاصمة، عاصمة مقدونيا سكوبيا، وفي نفس الوقت مدير قسم الدعوة والإغاثة لدى مؤسسة النون الثقافية العاملة في دولة مقدونيا. الآن نحن في المحاضرة الرابعة في موضوع عوائق وعقبات في طريق الدعوة مع الشيخ أستاذ عبد الرحمن الحارثي الذي يتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد ما تعقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى من سار على نهجهم واقتفى بأثرهم إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة، حيا الله هذه الوجوه المتوضئة الطاهرة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع سيد الدعاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريق حافل بالمخاطر، حافل بالعقبات، ليس مفروشا بالورود، وإنما هناك عقبات وهناك أشياء تلوح للداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس قصرا علينا نحن الدعاة في هذا العصر، وإنما في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، أينما يتواجد الداعية فهناك عقبات سوف تكون أمامه. سار على هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أبو بكر، وسار عليه عمر، وسار عليه عثمان، وسار عليه علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، واجهتهم عقوبات لكنهم استعانوا بالله عليها، فوفقهم الله ونصرهم الله، وكانت لدعوتهم آثار إلى يومنا هذا، ونحن ننهل من هذه الثمار، ننهل من هذه الدعوة العلم والدعوة، العلم والحكمة والعمل الصالح. إذن لابد لك أيها الداعية أن تجعل هذا نصب عينيك، أن هذا المسار لابد فيه من هذه العقبات، وهو ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليرى صدق الداعية، هل هو داعية صادق إلى الله سبحانه وتعالى أم غير ذلك. المعوقات، ما معنى المعوقات؟ تعرفها لغة وتعرفها في الاصطلاح. المعوقات مأخوذة من العوق، العوق مأخوذة من ماذا؟ من العوق. العوق هذا في اللغة له عدة معاني، معناه الحبس، معناه الصرف، معناه التثبيط. ثلاثة معاني لها في اللغة المعوقات، معناها الحبس، معناها الصرف، معناها التثبيط. يقول الله سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. لما أراد الجيش الإسلامي أن يذهب إلى تبوك، كان هناك أناس يعيقون هذا الطريق، هذا السير إلى هذه الغزوة بأعذار، منها شدة الحر ودنو الثمار وعظم الأعداء وغير ذلك من المثبطات التي كان المنافقون يفعلونها. طيب، ما معنى في الاصطلاح؟ في اصطلاح هو الشواغل، الصوارف، المثبطات
التي تحول دون تحقيق الهدف الدعوي. رحمك الله. شواغل، صوارف، مثبطات تحول دون تحقيق الهدف الدعوي. التعريف يتضح منه ماذا؟ الهدف. يعرف منه ماذا؟ ما هي الشواغل؟ ما هي الصوارف؟ ما هي المثبطات التي تحول بين الداعي وتحقيق دعوته وتحقيق النجاح في المجال الدعوي؟ عرض لمعوقات الدعوة. القرآن ذكر لنا سير من؟ الأنبياء والرسل، وكيفية ماذا؟ دعوتهم لأقوامهم. هل وجدوا عقوبات؟ هل وجدوا صعوبات؟ هل وجدوا صوارف؟ نعم، قص الله سبحانه وتعالى قصص كثيرة. والقرآن عندما يقص علينا هذه القصص ليس معناها للتسلي، وإنما للتدبر، إنما لأخذ العلم منها، نأخذ منها الثبات على طريق ماذا؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى القرآن، المعوقات القرآن، وهذا على سبيل الاختصار والتمثيل، وإلا فهناك معوقات كثيرة. طيب، المعوق الأول اتباع الملأ الأعلى للضلال. من هم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى من هم؟ يمثلهم من؟ الرؤساء، القادة، الشيوخ، التجار، أصحاب الرأي، أصحاب النفوذ، هم الذين يقفون أمام هذه الدعوات. الملأ كثر، والملأ يدلك على ماذا؟ على الكثرة. على ماذا؟ على الكثرة. في واقعنا تجد كثرة ضد ماذا؟ ضد الخير، ضد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مثبط، لكن الأنبياء والرسل كيف تغلبوا عليه؟ بالإصرار، بالنظر إلى نهاية ماذا؟ نهاية العواقب. فإن النهاية كانت لمن؟ للأنبياء والرسل. لذلك الإنسان عندما يرى تلك يرى تلك المصارف التي تصرف عن الدعوة، ينظر في نهاية المآلات إلى ماذا تنتهي. منها أيضا اتهام الأنبياء، وجهت للأنبياء تهم كثيرة جدا. لماذا؟ لتشويههم أمام الملأ، أمام الناس، أمام المدعوين. فقيل عن الأنبياء ماذا؟ سفهاء، مجانين، ساحر، كاهن، شاعر، أشياء كثيرة. ولكن الأنبياء لم يلتفتوا إليها. ولو أن كل داعي وقف وراء يعني أمام كل عقبة من هذه العقبات وأراد أن ما فعل شيء، لكن الأنبياء لم يكونوا يردون عليهم لسنا بمجاني، لسنا بعقالة، لسنا بسفهاء، لا، إنما كانوا يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى وبينوا لهم منهجهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. العقبة الثالثة الحكام والولاة. من يمثل الحكام في القرآن؟ فرعون. على ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وقال في أولها إني أخاف أن يبدل أو أن يظهر. سبحان الله، موسى مفسد؟ موسى يظهر الفساد في الأرض؟ لا والله. وهكذا تجد في العصر من يمثل الدعاة بأنهم دعاة إلى ماذا؟ إلى الفساد، إلى التخريب، إلى التدمير، إلى الإرهاب، إلى التزمت، وإلى غير ذلك من التهم التي لا تعد ولا تحصى. أيضا من المعوقات في القرآن التي ذكر الله سبحانه وتعالى الكبر. الكبر، ما هو الكبر؟ كما جاء في الحديث النبوي، قمط الناس ورد الحق. إذا الإنسان رد الحق هذا فيه كبر. إذا إنسان تنقص من أخيه
فهذا فيه كبر. الكبر يصدهم عن ماذا؟ عن اتباع الأنبياء. يقول سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. إذن الكبر هذا صارف من صوارف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى ماذا؟ معوق الدعوة في السنة النبوية. السيرة النبوية حافلة بقصص عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الداعية الذي لا يقرأ في السيرة النبوية يكون عنده خلل. لا بد من التمعن في السيرة النبوية، قراءة السيرة النبوية، إعادتها أكثر من مرة، التأمل فيها. هذه السيرة هي سيرة أعظم رجل في العالم، هذه السيرة هي سيرة أفضل الأنبياء والرسل. تجد فيها العلم، تجد فيها الحكمة، تجد فيها الموعظة، تجد فيها السيرة الحسنة، تجد فيها القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب، لماذا أنت؟ هذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ليدعوهم، فذهب إلى عبد يا ليل فقال: أما وجد الله غيرك؟ يعني أنت بس، لماذا لم يختر أحد من قريش؟ لماذا لم يختر أحد من الطائف؟ كما يقول سبحانه وتعالى في قال سبحانه وتعالى في القريتين، ها هاي كيف الآية؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المقصود به مكة والطائف، مكة والطائف. لماذا أنت؟ فقد تجد من الناس من يقول لك: أنت بس الداعية، ما في داعية إلا أنت، ما في يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا أنت، لماذا أنت لا تكون مثل الناس الآخرين؟ هذا قد يوجه للداعية. طيب، منها الخروج القاسي أو مخرجيهم. قال: إي والله ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإلا أخرج من بلده. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة من أجل ماذا؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما لم يجد الأنصار، لما رأى أن الدعوة تحارب، انتقل إلى بلد آخر يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الداعية قد يخرج من بلده، قد يطرد، قد يهاجر من بلده إلى بلد ماذا؟ بلد آخر. فهل هذه الهجرة وهذا الخروج ينسيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، إنما ماذا؟ الدعوة تمشي في عروقه، تمشي ما بين لحمه ودمه، لا ينساها أبدا. الثالث: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. من هم الذين ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ أول من واجه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته عمه أبو لهب. قال: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. لا إله إلا الله. يعني الواحد يتخيل أن إذا دعا أن أقرب الناس إليه من يشجعه، إذا لم يشجعه يسكت أو يحترمه أو يقدره لأنه ابن أخيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بهذا، أن عمه أبو لهب هو الذي قام له بالمرصاد، وهو الذي وقف في وجهه، وهو الذي كذبه. تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الثالث من الرابع من المعوقات: ذهاب الأحباب. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى قد يفقد أحبابه، قد يفقد أصحابه، قد يفقد أعز الناس إليه. فهل هذا يدعوه إلى ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا. من فقد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة؟ اثنان، أو فقد اثنين. الأول خديجة زوجته التي كانت تسانده وتعاونه
وتمده وكانت وراءه تمده بالمال وبالرأي. فكان لهذه المرأة شأن عظيم في الإسلام، ولذلك جاء جبريل ببشارة لها بالجنة من الله، قال ستأتيك خديجة فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إيش القصب؟ القصب هي اللؤلؤة المجوفة، قصرها في الجنة لؤلؤة كبيرة مجوفة، لا نصب فيها ولا صخب. الصخب هو رفع الأصوات، فهي كانت لا ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك موت عمه أبو طالب. عمه أبو طالب مع أنه كان مشركا إلا أنه كان يقوي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول امضي وأنا معك، والله لن يصل إليك وأنا حي. فكان مساند للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاون له، فسمي ذلك العام الذي مات فيه أبو طالب ومات فيه خديجة عام الحزن. أيضا من المعوقات تعذيب الموافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله سبحانه استجاب له الحر والعبد، الذكر والأنثى، ولكن كان فيهم ضعف، كانوا ضعفاء مساكين، ليست لهم قوة وليس لهم مكانة، فكان العبيد يعذبون، الأرقاء يسحبون، يجلدون، توضع الحجارة عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم فلا يستطيع أن يدفع عنهم هذا البلاء، فماذا كان يقول لهم؟ صبراً آل ياسر، فإن موعدكم قصراً سأعطيه إياكم، فإن موعدكم، ما قال قصراً ولا رئاسة ولا إمرة، وإنما كان يعلقهم بإيش؟ بالجنة، باليوم الآخر، فإن موعدكم الجنة. وتعذيب الأحبة والأصحاب والمدعوين له تأثير على الإنسان، كيف يرى أعوانه أصحابه يعذبون ولا يستطيع نصرهم؟ هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص يكفي، يكفي دعوة، سنقف عند هذا الحد ويكفي، أم واصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ واصل. وهكذا الإنسان لا يقف عن الدعوة مهما كان المعوق، فإنه يسير على الدرب. منها أيضا المؤامرة الماكرة، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى سيجد من يمكر به، سيجد من يتآمر عليه. هل أحد منا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم تآمر عليه أهل مكة ليقتلوه أو يخرجوه أو يحبسوه، ها؟ وتآمروا عليه على، اتفقوا على ماذا؟ على قتله والقضاء عليه، ولكن الله كان له معينا وحافظا، كان الله له معينا وحافظا. وكذلك الدعاة إلى الله، من سار على هذا الطريق فإن الله له معينا وله حافظا وله ناصرا، احفظ الله يحفظك الله. طيب، الإقراءات الفاتنة في السيرة النبوية، أهل مكة قدموا إغراءات للنبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في، هل تريد مالا؟ جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا. هل تريد ملكا؟ ملكناك وصرت أميرا وملكا علينا. هل تريد نساء؟ هل تريد أجمل امرأة؟ نزوجك أحسن بناتنا وأجمل بناتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد هذا كله، إنما أريد منكم كلمة واحدة. قالوا بل عشر، ماذا تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عجيب الله. هذه بعض المعوقات في القرآن وفي السنة النبوية، وقلنا أنها على سبيل الاختصار وليست على سبيل الشرح والإجمال. طيب، عندنا معوقات أو أقسام معوقات الدعوة، وتنقسم
إلى ثلاثة أقسام. أقسام المعوقات تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول معوقات داخلية أي ذاتية في كل داعية، كل داعية منا فإنه سوف يكون عنده ماذا؟ سوف يكون عنده من هذه المعيقات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني المعوقات ماذا؟ لا لا، المعوقات الخارجية. الثاني والمعوقات ماذا؟ الخارجية. الأخير والثالث معوقات الوسائل والأساليب. نبدأ في الأول، المعوقات الداخلية وهي تسع، تسع معوقات. الأول قلة العلم، لابد أن يكون الداعية عنده علم. وما هذا العلم؟ هل لابد أن يكون متعمق في العلوم الشرعية؟ هل لابد أن يكون مجتهداً؟ أم لابد أن تكون عنده المعلومات الصحيحة التي يستطيع إيصالها إلى المدعو بطريقة سليمة حتى يفهم الدين ويفهم الإسلام؟ هذا الثاني، ها؟ تكون عنده معلومات صحيحة، معلومات صحيحة ليبلغها دين الله سبحانه وتعالى، ليبلغها المدعوين بفهم صحيح حتى يفهمها المدعوين ولا يكون فيها جهل فيكون جاهل. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه. ما هذا الحديث؟ هذا له قصة، وهي أن الصحابة، بعض الصحابة كانوا في سفر، فأحدهم شج أي في رأسه كان جرح، فنام فاحتلم، فلما قام سأل: ها علي غسل ولا ما علي غسل؟ ها؟ فقالوا: عليك غسل، لازم تغتسل، الذي عليه جنابه لابد ماذا؟ أن يغتسل. فاغتسل فدخل الماء إلى هذا الشج فمات. ها؟ أحسنت. ولا العابد الذي إنسان قتل 99 نفسا ثم جاء إلى عابد وليس عالم فسأله: هل لي من توبة؟ قال: لا ليس لكم توبة. فقام فقتله وفى به المئة. ثم سئل: هل هناك من عالم؟ قالوا: نعم هناك عالم. فدل على هذا العالم فقال: ومن يمنعك من التوبة؟ فدله على ماذا؟ على التوبة. إذن العلم لابد للداعية أن يكون عنده علم، ولذلك ينبغي لكل واحد منا جميعا في هذه القاعة أن يخصص جزءا من يومه في القراءة، في الاطلاع. كلكم على مستوى ما شاء الله طيب من العلم، أكثركم متخرجين من الجامعات، إذن بقي عندكم ماذا؟ العمل الفردي، العمل على تزويد الإنسان بالعلوم الشرعية. لابد أن يكون عندك وقت تقرأ في العقيدة، تقرأ في الفقه، تقرأ في الحديث، تقرأ في السيرة النبوية، تقرأ في سير الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، تقرأ في سير العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه السير جند من جنود الله سبحانه وتعالى. لابد يوميا أن يكون لك قراءة، ولا بد لك من تخطيط في القراءة، فليس كل شيء يقرأ، وإنما الإنسان يبدأ بالأسهل في الأسهل إلى أن يصل إلى مرتبة العلوم الكبيرة. لابد من ماذا؟ من التخطيط في طلب ماذا؟ العلم الشرعي. طيب، هذا أول شيء من المعوق قلة العلم. الشيخ الألباني رحمه الله يروي قصة، وهي أن رجل كردي متحمس للدين، محب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجد يهوديا فمسكه وقال: إن لم تسلم أقتلك. قال: لا بأسلم، بس إيش أقول؟ قال: والله ما أدري إيش تقول، ما أدري إيش تقول. قال: طيب وش يعني؟ قال: خلاص روح. فالإنسان إذا كان ما عنده علم كيف يصل ماذا؟ المعلومات إلى الآخرين. هو الداعي لابد يكون متسلح،
سيجد ناس يعني عندهم شبهات وعندهم أشياء لابد أن يكون على علم على اطلاع كيف يرد هذه الشبهات ويرد هذا الجهل. وأنتم تعيشون في منطقة فيها أشياء كثيرة، فيها علمانيون، فيها مسيحيون ونصارى، فيها يعني طوائف متعددة، فلا بد أن يكون الداعية مستعدا لهذا، عنده طرح علمي، عنده رد للشبهات، يكون على قوة في علمه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا بد الإنسان يكون قوي في علمه. الثاني من المعوقات ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. الإيمان يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعاصي. كيف يكون إنسان داعية وهو يعني لا يصلي جماعة؟ كيف يكون داعية وهو لا يقرأ القرآن إلا في رمضان؟ كيف يكون داعية وهو لا يذكر الله إلا قليلا؟ لا أذكار صباح، لا أذكار مساء، لا يعرف كيف يسلم، لا عندما يأكل لا يسمي، عندما ينتهي لا يحمد الله سبحانه وتعالى، عندما يريد أن ينام، أشياء كثيرة تجدها في بعض الدعاء تقول الله كيف هذا يكون داعي؟ فلا بد أن يكون عندك ماذا؟ إيمان، زيادة إيمان في كل يوم، لازم الاطلاع في القرآن، قراءة القرآن ولو صفحة في اليوم، ولو وجه واحد في اليوم، لا بد أن تكحل عينيك بهذا الكلام العجيب، كلام رب العالمين. لا بد أن تحافظ على السنن، أنت الآن قدوة للناس، تحافظ على السنن، سنن الصلاة، سنن القولية، سنن الفعلية. لا بد أن يظهر فيك الدين، أن تمثل الدين تمثيل صحيح حتى ماذا يقبل منك. ضعف الإيمان والبعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي، يبعد الإنسان عن المعاصي قدر المستطاع. الإنسان ليس معصوم، يقع في ماذا؟ في المعصية، ولكن لا بد أن يرجع وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما حاول فيه الشيطان أن يضله عن الطريق لا بد أن يرجع وأن يستغفر وأن يستغفر وأن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك واليأس والقنوط من رحمة الله، مهما كان الفعل، مهما كانت السيئات، لا بد الإنسان أن يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ولا ييأس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله، فإن له ربا غفورا. المعوق الثالث اتباع الهوى، الهوى ما ضل الناس عن الطريق المستقيم إلا باتباعهم للهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم. فليحذر الإنسان من الهوى. كيف يحذر الإنسان من الهوى؟ بإلزام نفسه بالكتاب والسنة. أنت تحكم ماذا؟ هواك أم تحكم كتاب الله وسنة رسوله؟ تحكم كتاب الله وسنة رسوله ولو كان على غير هواك، ولو كان على غير هواك فإنك تقدم الكتاب والسنة ولا تلوي أعناق النصوص من أجل هواك. من العوائق السآمة من الدعوة، السآمة، يسأم يا أخي كل يوم ندعو ندعو، إلى متى ندعو؟ نعم أدعو 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 إلى أن تموت. لا تسأم، لا تسأم، لا تمل من الدعوة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولكن ينبغي في السأم من الدعوة أن يأخذ الإنسان الدعوة برفق، أن يأخذ الدعوة بإيش؟ برفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. الخامس اليأس والانقطاع. إنسان ما شاء الله يدعو في ألبانيا 10 سنوات ولكن ما أحد استجاب له، خلاص هذا ما يصلح لهم الدعوة، أجلس في بيتي وأعبد الله سبحانه وتعالى خيرا لي من أدعو إلى الله، ما رأيكم بهذا؟ ها؟ أيوة هذا معوق. الإنسان لا يأس ولا ينقطع ولا يمل. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم آمن معه؟ ما آمن معه إلا قليل، 40 رجلا أسلموا،
وأهل مكة كلهم عادوا، ذهب إلى الطائف فلم يستجيب أهل الطائف لدعوته، فرجع حزيناً أن ما استجاب أحداً لدعوته. فجاءه جبريل وقال: هذا ملك الجبال أنزله الله، فأمره بما شئت. فنزل ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، أؤمرني أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يطبق على أهل مكة يموتون كلهم. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ شوف النظرة البعيدة، نظرة بعيدة، قال: إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. شوف النظرة، إذا هؤلاء ما آمنوا فأنا أنظر إلى من؟ إلى أو إلى أبنائهم وإلى أبناء أبناء، فلا يأس. وتذكر دائما الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي وليس معه أحد، ليس معه ماذا؟ أحد. والنبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان. إذن لا يأس ولا انقطاع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من المعوقات حب الظهور قاسم للظهور، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تحب الشهرة وتأتيك الشهرة، الذي لا يحب الشهرة تأتيه الشهرة، والذي يحبه يحب الشهرة يعاقبه الله سبحانه وتعالى ويخذله. فلا تحب الشهرة، والشهرة لها ثمن باهظ وقوي على المشهورين، وربما يكون داعية ما يعرفه أحد لكن الله يعرفه، رب داعية لا أحد يعرفه لكن الله يعرفه، الله يعلم به. منها أيضا التناقض، يقول ولا يعمل، تناقض هذا. ها؟ ومن أحسن قولا؟ دعا إلى الله بس، ولا عمل صالحا. ما رأيكم بإنسان ينهى عن الغيبة والنميمة، يقف في الجمعة: أيها الناس اتقوا الله فإن الغيبة حرام والنميمة حرام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، عندما يخرج من المسجد يقول: فلان الله شرير، فلان فلان خائن، فلان كذاب، وفلان يذكرك بالشر. رأيتم هذا؟ ها ها، ما هذا؟ هذا يقول ما لا، هذا يعمل ما لا يقول، معارض بين قوله وعمله. فإذا أردت البركة في العلم والعمل فاعمل بما تعلم. ها أيها الآية، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان مثل تعدد الزوجات، يعني كذا تقول يجوز الزوجات الثلاثة، لا هو بيان الحكم الشرعي. شوف الإنسان ما يستطيع أن يعمل بكل الأعمال، لكن خلافها التناقض الآن يعمل عمل يقول قولا ويخالفه، يعني مثلا يقول لا 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 تشربوا الخمر فيشرب الخمر، لا تسرقوا فيسرق، لا تكذبوا فيكذب. هنا تناقض ما بين قوله وما بين فعله. أما إنسان أمر الناس بالجهاد في سبيل الله وهو لا يستطيع، كبير في السن أو مريض أو مشل، يقول لا لا تتكلم في هذا المجال، لا، ليس هذا تناقض، ليس في هذا ماذا؟ تناقض. إنسان لا يقدر أن يعدد، لا يلا يستطيع بزوجه واحدة، يقول لا تتكلم حتى تعدد، لا هذا مو بصحيح. ولو أن الإنسان يقول لا يقول إلا ما يفعله، إذن ما أحد دعا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، منها الكسل، نعوذ بالله من الكسل. متى يكسل الإنسان؟ عندما يغيب عنه الهدف والثمرة فإنه يتكاسل، لكن لما يكون الإنسان عنده هدف واضح وثمرة عظيمة يريد أن يصل إليها فإنه يواصل الليل والنهار من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى تحقيق هذا الهدف والوصول إلى هذه الثمرة، وهي الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى
يأتي الداعية وفي ميزانه آلاف مؤلفة من البشر. الله أكبر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم آمن وأسلم مباشرة بلا تلكؤ، ما قال دعني أفكر، دعني أستخير، دعني أنظر في أمري، لا، على طول عرض عليه الإسلام فأسلم. فانطلق فورا أبو بكر رضي الله عنه ودعا أبا عبيدة بن الجراح، ودعا عثمان بن عفان، ودعا الزبير بن العوام، ودعا عبد الرحمن بن عوف، ودعا مجموعة من العشرة المبشرين بالجنة. أسلموا في نفس اليوم الذي أسلم فيه أبو بكر، وبعضهم أسلم في اليوم الثاني. إذن هنا نشاط، نشاط لهؤلاء سيأتون في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه. فأنت عندما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فربما يسمع بك أحد فيستجيب لدعوتك ويفتح الله على يديه ما لا يفتح على يديك، فيؤمن به آلاف مؤلفة، فيكون هؤلاء كلهم في ميزان حسناتك أنت، أليس كذلك؟ يعني بعض الدعاة المشهورين الآن الذين يحضرون لمحاضراتهم الآلاف المؤلفة، من الذي علمهم؟ من الذي دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ شيوخهم، هل شيوخهم معروفين؟ هم معروفين، لكن لهم أجر لأنهم دلوا على هذا الخير، لأنهم كانوا سبب في خروج هذه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك أنت لا تكسل ولا تحتقر شيئا ولو كلمة واحدة. يقول لي أحد المشايخ ولذا مررت بمسجد فألقي كلمة ولا تقل لأحد يسمع، فربما أحد من الحاضرين يسمعك فيستجيب لك، ربما يكون أحد خارج المسجد فيسمع هذه الكلمة فيستفيد وينتفع ويهتدي وأنت لا تدري. الداعي إلى الله مثل صائد السمك يلقي شباكه في البحر لا يدري ماذا يأتيه من رزق الله سبحانه وتعالى، فربما يأتي سمك كبيرة أو صغيرة، وربما تأتي سمكة في داخلها جوهرة فيغتني غنى عظيم، ما أحد يدري. ها، إذن أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ترمي بشباكك متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ما تدري ماذا يحدث الله بعد ذلك. أيضا آخر شيء من المعوقات الداخلية التعلق بالدنيا. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون، فاتقوا الله، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب، التعلق بالدنيا أن يجعل الداعية كل همه في الدنيا، ينشغل بالدنيا، ينشغل بالوظيفة، ينشغل بالتجارة، ينشغل بالأمور العامة الدنيوية وينسى العمل الدعوي إلى الله سبحانه وتعالى. الداعي يحتاج إلى شيء من الرزق، الكفاف ليقويه، ليصرف على زوجته، على أولاده، حتى يعني يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. وقدوتكم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن صاحب مال، لم يكن غنيا، ولم يملك القصور، ولم يملك المزارع، ولم يملك المناصب، ولو أراد ذلك لأعطاه الله سبحانه وتعالى، لو أراد الجبال أن تكون ذهبا لرزقه الله سبحانه وتعالى، لكن الله حجب عنه هذه الدنيا وأعطاه ماذا؟ الأخرى. نعم، فليكن همك هم الآخرة، همك هم الآخرة، والرزاق هو من؟ والله سبحانه وتعالى. لا تخاف من الرزق، فالله سبحانه وتعالى قد كتب رزقك في بطن أمك، فاحمل هم دين الله والله سبحانه وتعالى سيرزقك من حيث لا تشعر. هذه المعوقات ماذا؟ الداخلية. عندنا المعوقات الخارجية، وفيها يعني أربعة أشياء بالاختصار. هذه المعوقات لا يسلم منها داعي على وجه البسيطة إن لم يكن كلها فشيء منها. الخارجي، النفسي، هنا تسعة أشياء لا بد أن الداعي أن يتغلب عليها وأن يستعين بالله عليها. أشياء خارجية لا بد منها، ما سلم منها داعية إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الأشياء الأولى،
جلساء السوء، الصاحب ساحب، الداعي لا بد أن يصاحب صاحب همة عالية، فإذا صاحب همة دنيئة أو صاحب دنيا فإنه يسحبه. انظروا إلى أبي طالب كيف جلساؤه حرموه من أعظم شيء في هذا الكون وهو جنة الله سبحانه وتعالى. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عماه قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فرد عليه فقال هو على ملة عبد المطلب، ثم مات والعياذ بالله، مات على غير الإسلام، على غير التوحيد، مات على ملة عبد المطلب. فالصاحب سوء هذا سيء يصرف الإنسان عن دعوته. كم جلساء السوء صرفوا القلوب وأفسدوا الأرواح. طيب منها أيضا التشويه، حرب ماذا؟ المصطلحات، الإرهاب، التزمت، الغلو، أنتم عندكم غلو، عندكم تزمت، عندكم أشياء يرمى بها ماذا؟ الداعية لتشويهه أمام الناس حتى ما يقبل. تجد في الجرائد، في وسائل الإعلام المرئية، في الإنترنت، في الكلام على الدعاة كثير جدا بأنهم دراويش، بأنهم لا يفهمون شيئا، بأنهم منقطعين عن الدنيا، بأن عقولهم قاصرة، ولكن ذلك لا يجعل الداعية يتقاعس عن ماذا؟ عن دعوتي. ولتذكر ساحر، كاهن، مجنون، غير ذلك من الأشياء التي كان يرمى بها الأنبياء والرسل. الذي بعده الإيذاء، طريق الأنبياء الإيذاء، يؤذى الإنسان في نفسه أو في عرضه أو في ماله. يوسف عليه السلام ماذا صنع له؟ ها؟ سجن، سجن، ها؟ تعرض للإيذاء ولا ما تعرض للإيذاء؟ أنبياء ورسل ذكرهم الله سبحانه وتعالى أنهم ماذا فعلهم بنو إسرائيل؟ قتلوهم، ها؟ قتلهم يحيى بن زكريا، قتل، قتله اليهود، غيرهم كثير. كذلك الإيذاء بالمال، قد يؤذى الداعية في ماله، قد يفصل من وظيفته، قد يفعل له أشياء ومع ذلك، أو تكون له تجارة فتغلق هذه التجارة، أو تصادر أمواله، أو تحبس أرصدته، ومع ذلك هو صابر محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة معتمرا أو حاجا قال له أسامة أين تنزل غدا؟ قال أنزل في مكان ما. فقال له ألا تنزل في بيوتك البيوت؟ قال وهل ترك لنا عقيل من شيء؟ فإن المهاجرين لما يتركوا ديارهم يستولي عليها ماذا؟ المشركون ويأخذونها. المهاجرون خرجوا من مكة إلى المدينة ليس مع أحدهم إلا سيفه، جاهدوا من أجل الله سبحانه وتعالى، هاجروا وتركوا كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. الوقت كم باقي شيء؟ طيب الاقتصاد، ها؟ باقي شيء؟ ها؟ باقي شيء يعني الاقتصاد. ما معنى الاقتصاد؟ تأمين المصادر. الإنسان الداعي قد يعيش في أوضاع اقتصاديه سيئة، أليس كذلك؟ الدعوة تحتاج إلى مبنى، تحتاج إلى مركز، تحتاج إلى موارد مالية، تحتاج إلى أشياء كثيرة قد لا يجدها الداعية. فهل هذا عذر في أنه يترك دعوته؟ ها؟ ما عندي مبنى، ما عندي مكتب، ما عندي مكان، ما عندي موارد، ما عندي سيارة أنتقل بها في الدعوة، هل هذا عائق له أمام من الدعوة؟ هذا عائق، لكن هل هذا عذر أن يترك الدعوة؟ لا، فإن الدعوة لها أبواب كثيرة، منها المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة ما كانت عنده موارد اقتصادية، فماذا فعل؟ بنى المسجد ليجمع حواليه ماذا؟ الناس ليعلمهم. فالداعية المسجد هي داره، هي محطة الانطلاق،
بل يتخذها منطلقا له، ولا يتعذر بقلة المال أو كثرة المؤن التي سوف تكون عليه إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يدعو فرد، قد تكون دعوة فردية، يعني يدعو إنسان في الشارع، يدعو أخا له، يدعو ابن عم له، يدعو، إذن هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه العوائق لا تعيقه عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. معوقات الأساليب والوسائل الدعوية، وين راحت؟ آخر شيء يعني هي. أعظمها خمس عوائق من الأساليب، الأساليب التي يتخذها الداعي وسائل لنقل دعوته إلى الآخرين. من هذه الوسائل الأولى الجمود. ما معنى الجمود؟ اتخاذ وسيلة واحدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني قد يكون الإنسان واعظا، قد يكون خطيب جمعة فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيتوقف عن الدعوة، يأتيه منع من الدعوة في الخطابة فيسكت يجلس، هذا جمود. لا بد للداعي أن يتخذ ماذا؟ طرق أخرى. الداعية إذا سد أمامه باب فأمامه أبواب كثيرة، أمامه ماذا؟ أبواب كثيرة. من هذه الأبواب المسجد، الدرس، المحاضرة، مواقع الإنترنت، الجرائد اليومية، قد يرسل مقال بسيط صغير لكن فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يتخذ ماذا؟ ورقة صغيرة يكتب فيها أشياء، معلومات عن الإسلام، وينشرها بين الناس، يصورها وينشرها. إذن عنده وسائل كثيرة. قد يذهب إلى قناة فضائية فيلقي فيها موضوعا، قد يذهب إلى الإذاعة فيلقي فيها درسا. فهكذا لابد للداعي أن يوسع دائرة وسائله وأساليبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. منها أيضا الانقلاق. ما معنى الانقلاق؟ يعني بعض الناس يخصص دعوته فقط في الصالحين. لماذا؟ خوفا من الآخرين، يقول أنا ما أستطيع أن أدعو ماذا؟ الآخرين. لا، لابد أن توسع هذه الدائرة وتدعو الصالحين وغير الصالحين، تتوسع الأقرب فالأقرب فالأقرب، هكذا إلى أن تتسع ماذا؟ دائرة دعوتك. قد يدعو الإنسان بس فقط المسلمين، لماذا لا تدعو؟ تحاول أنك تدعو ماذا؟ الكفار إلى دين الإسلام، تذكرهم بدين الله سبحانه وتعالى، تنشر لهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. من المعوقات في الأساليب سوء الأسلوب، الفظاظة، الغلظة، سرعة الغضب. ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن رسولا معلما. ولما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، واصطلحا ولا تتعادى، وإن فيه يحبهم الله الحلم والأنا، ودائما أيها الإخوة الرفق ما تندم عليه أبدا. لكن الغلظة هي التي ماذا؟ قد الإنسان يندم عليها. فكن رحيما، كن رحيما بالمدعوين، أن تدعوهم إلى جنة. تدعو أناس منغمسين في الشهوات، منغمسين في المعاصي، أنت كالطبيب وهذا كالمريض. أترى الطبيب لما يأتيه المريض ويقول أنا عندي سكر، أنا عندي ضغط، يقوم يضربه ويسبه، ليش يجيك المرض؟ ها؟ لماذا؟ أم أنه يساعده في العلاج؟ يساعد في العلاج. الإنسان عندما يكون غارق لا تأخذ عصا وتضربه على رأسه، وإنما مد يدك لتساعده، لتنتشي له من هذا المستنقع، لتشرح له الخير والسعادة. فكونوا رحماء، رحماء مع أسركم، رحماء مع أقاربكم، رحماء مع الجيران، رحماء في الحي، حتى يشرح الله على أيديكم قلوبا مغلقة. منها أيضا الفردية. ما معنى الفردية؟
ليس المراد بالفردية نفي العمل الفردي، ولكن الموازنة بين العمل الفردي والجماعي. عندما يكون الإنسان داعي لوحده، وحده فقط، وهذا داعيه لوحده، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم الغاصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بعث معه أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلذلك الداعية بإخوانه قوي، لكن بمفرده ضعيف، بمفرده، ويد الله مع الجماعة. فلا بد أن تكون جماعة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على الخير، يعتصمون بحبل الله، يتعاونون على البر والتقوى، ينسقون ويخططون ويتعاونون، بحيث أن أحدهم لو كسل جاءه الآخرون وشجعوه وأخذوا بيده إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا توقف الداعية أو حصل له شيء لا شيء بقضاء الله وقدره، فإن هؤلاء الدعاة يكون وراءه في أهله وفي أسرته، فيكون مطمئن مرتاح لإخوانه الذين معه في هذه الطريق. أخيرا، عدم وضوح الهدف. أنت تدعو إلى الله لماذا؟ شوف علامات استفهام، كلها علامات استفهام. لا بد أن تعلم أن الهدف الذي تدعو من أجله هي جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعلم أنك عندما تدعو فإنك تحمل هم الرسالة وتقتدي بالأنبياء والرسل، وأنت خير هؤلاء البشر. يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا ويصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشكر شيخنا الفاضل عبد الرحمن الحارثي لهذه المحاضرة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يكتب له في ميزان حسناته. والآن إخوة الكرام، خلال 5 دقائق ننتقل إلى الأسئلة، إن كانت هناك أسئلة، فالذي عنده سؤال فليتفضل. مشكورة. ما في سؤال، يعني لا في أحد عندكم يعني عنده مشاركة أو عنده يعني إضافة شيء؟ جزاه الله خيرا. سؤال، تعليق، يعني أي شيء، تفضل الشيخ. استغفر الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الفاضل، ذكرت من الأسالي من المعوقات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الانفرادية أو الفردية. إحنا يعني على سبيل المثال نعاني يعني شيئا ما من هذا النوع. بعض الإخوة يعني وهم من الدعاة البارزين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بلادنا، يعني ما زال يعني على رأيه أنه يعني أحسن وأفضل أن يكون منفردا يعني بعمله ودعوته، ولذلك يعني لا يرى الانضمام إلى مؤسسة ما أو إلى جمعية ما أو إلى عمل منظم أو منظومة يعني كما هي في الواقع يعني اليوم. فما رأيكم يعني تجاه الأشياء؟ أقول من نظر في الكتاب والسنة يرى أن الأدلة تدعو إلى الاعتصام وإلى الوحدة وإلى الجماعة. فعبادات كثيرة شرعت ماذا؟ للجماعة، لتجمع ماذا؟ المؤمنين. فإذا كنا نجتمع في الصلاة ونجتمع في الصوم في الإفطار وفي الصيام ونجتمع في الحج بلباس واحد وزي واحد، فكذلك الدعوة ينبغي لنا أن نكون على قلب رجل واحد. قد يكون هناك محذور وهو التحزب لجماعة دون جماعة، فهذا التحزب هو المذموم، بحيث أني لا أعمل إلا مع جماعة فقط وحسب أهداف هذه الجماعة، هذا هو الخطأ. لكن عندما أجتمع أنا أناس على نشر التوحيد، على نشر السنة النبوية، على نشر العقيدة الصحيحة، فأي في ذلك البأس؟ في ذلك مضرة؟ لا والله، إنما في ذلك تعاون وتساعد. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت أمام جبهات متعددة،
وأمام تيارات كبيرة جدا، فلا بد لك من صف يقويك، لا بد لك من أناس يعاونونك على هذا الأمر، والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ، عن هذه الفوائد ذكر في الحصة الأولى الشيخ محمد الشهراني، يعني من مواقات الدعوة أن الداعي ربما يسافر من أجل الرزق، طلب الرزق ويترك دعوته، هل هذا يعني من مواقات الدعوة؟ أي نعم، هذا هو الانشغال بالدنيا، ينشغل بدراسته، ينشغل بوظيفته، ينشغل بأموره الدنيوية ويهمل جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة لابد أن يكون أمامك، هي الهدف الأسمى، إنما طلب الرزق ليساعدك على أداء هذه المهمة، والله أعلم. فيك بارك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.